كمان كمان مسكين خايف قلبه كيدق. اتس اوكي. كمان 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 هير هير. هلو هلو، شو بالشمع؟ الشمع ديال الفاني is my favorite. Smells so good. واحد المرة كنت كنهضر مع ماما في المغرب وكنوريها، كانت يلا تحول لداري وكنوريها في الدار وكاين شمع everywhere. أيمن خويا حداها عنده 16 عام، قال لي ناري ماما ناري، قال لي بنتك دارها دايره بحال شي سيد. قالت لي ما كان لي هاد الشمع كامل. صراحة I love it، عرفتي أحسن حاجة كتعجبني كنشعل الشمع في الليل كندير موسيقى هادئه جدا، شي حاجه مهم ديال اللي كت فوالا كتكالميك شويه، الموسيقى كنطفي الضو كنخلي غير الشمع. ذاتس احساس جميل، جربوه. حاول نكمل دغيا. سينو الفيديو ديال اليوم غيكونوا فيها 3 بوان. البوان الاول غنقول لكم واحد الفكره على واحد الكتاب اللي عجبني بزاف يلا كملته، The Color Purple by Alice Walker، اللون البنفسجي، والكاتبه سميتها Alice Walker. كتاب زوين بزاف، very emotional. الا كيعجبكم الا كتعجبكم القرايه، سينو راه كاين الفيلم ديالو ممثله فيه اوبرا وينفري. المهم ما غنهضرش على الكتاب كله، المهم غنهضر على واحد الباساج اللي عجبني بزاف، اللي يدعو الى الحب والوحده والتناغم ما بين الانسان وخو الانسان والطبيعه. فدابا شويه نهضر لكم على هذا الباساج. وات ايلس، غنوريكم المشتريات ديالي من اتش اند ام، غنلبسهم وقولوا لي رايكم كيفاش جاوكم. واخيرا غنديروا واحد مشيه شويه لامارش في البارك، بطبيعه الحال حيد الصوت وكل شيء، خليت غندير في الباك جراوند، غنقول لكم واحد الخاطره من خواطر ماما. ماما كتكتب الشعر، او يعني يقول لي ما تقولي الشعر، خلي الناس هما اللي يحكموا. المهم يعني كتعبر على، انا نقول قصائد تقريبا، ولا يعني عباره عن شعر حر صراحه بالعربيه الفصحى. وانا كيعجبوني بزاف، ودائما ملي كنت صغيره كنقلب على الطريقه باش نوصل الصوت ديال ماما. ولا يعني غني لكم واحد المقطع. سين استبرعت ديسبرتار سينتو خيستو سالا بلار سينتو كومبليسيدا سين tus planes imposibles sin tu amor, resta que me queda de dolor que haré sin este corazón herido sin tus promesas del papel sin el sorbo de amore borrachándome. ايه واحد السيده ها هي، كاع ما كنعرفها كنعرفهاش، كتعلم الفاشن شو تعاونوا معاها. المهم خديت هاد الطوب، خديت داك لافيت اللي شفتو دابا شويه، هاد تريكو في البلو فرونسي، كنحاول ناخذ دي كولور فيفونت. وهاد تريكو صراحه ستيلي، جاو من اتش اند ام في الموتور، الكمام ديالو بافي. اي هاد الغوج فرونسي صراحه كيجي واعر مع النوار. واخيرا هاد تريكو في الموف، صراحه الملمس ديالو زوين ومريح جدا. كي جاكم الفاشن شو؟ باقا كنتعلم، سمحوا لي باقا مبتدئه. المهم هاد لا فيديو صورتها في لوندومان، صورتها المهم بديتها البارح، اللي كنت لابسه هذاك التيشيرت الابيض. اي ما قدرتش نكملها، المهم كنت شويه مشغوله، فقلت خليني نديرها هذا، نديرها حتى غدا يعني اليوم. وهذا الشيء اللي درت، مشيت جبت هاد الخنيفيسه، راه هي دايره روينه، سمحوا لينا راه مجداش للتصوير، مي بغيتها تقول لكم هاي بيبي جيرل. Can you do the camera? I did. One more please. Say bye. Bye. Say bye everybody. Bye everybody. اوكي البنات، الخاطره ديال اليوم سميتها غدر، ف كنتمنى تقول لي رايكم في اخر الفيديو في لي كومونتير. فلنبدأ. خاطرة غدر. غدر غدر غدر، ما أفظع أن تعيش الأمر، أن تتقلب نخوتك بهدوء محترقة على الجمر.
ويكون قلبك لعبة رماية يتلقى التصويبات، تخطئه نبال ويصيبه خنجر. خدر خدر خدر. أن يكون ندك رفيق الدرب، وتكون الغريمة أفعى كبرى بسم قاتل مقدر. مارية مخضرمة تراوغ وتحاسر. خدر غدر غدر. وتكوني عصفورة تحضن الفراخ بحذر، والأفعى متسلقة نحو عشك بهدوء قاتل. ماذا تفعل؟ تصمد ملتصقة بهم مرتجفة. آه يا الله، أتهرب أم مع فراخها تنتحر؟ وشريك الدرب أبو الفراخ يطير في الأجواء يتمختر، فرفعت رأسها لتجد خلقا آخر تعبانا بأجنحة. ما أغباها كان كالحرباء بكل الألوان لمسا يتلون. غدر غدر غدر. تجاهل ربها، جعل كل أحلامها تتبخر. أغمضت عيناها واحتضنت الفراخ، وجعلت رجاءها في الذي يسمع الدعاء وبالاستجابة لا يتأخر. غدر غدر غدر. وأثناء انقضاضها عليهم بمباركة الشريك التعبان، بل ذاك الشيء المبجل، سقطت الغريمة من الأعلى، وعلى الأرض جسدها تبعثر. غدر غدر غدر. فنزل الشريك قرب العش حرباء بلون الأب المحب تتلون، والعاشق الخجول المتيم. داعب الفراخ، أحضر الطعام، طأطأت رأسي وتناسيت الأمر. طأطأت رأسي وتناسيت الأمر، لكن بداخل قلبي لا يزال مغروسا الخنجر. غدر غدر غدر. فأنا لن أنسى ولن أستسلم. فلتكبر الفراخ وتقوى لتطير. اوكي البنات، هذه هي اخر بارتي في هذا الفيديو. كنتمنى تكون قصيده غدر ولا خاطره غدر نالت اعجابكم بقلم ماما حفيظه، الله يحفظها ليا يا رب العالمين. فهاد لا بارتي غنهضر لكم على الباساج اللي عجبني من الكتاب اللي قلت لكم عليه في الاول ديال لا فيديو، The Color Purple. كما كتشوفوا على اليسار، هذا الباساج اللي عجبني غنهضر لكم عليه دابا شويه، من بعد ما نعطيكم واحد الباك جراوند اصلا على الكتاب. فالفكره العامه ديال الكتاب يعني كتهضر على المعاناه ديال السود في امريكا، يعني كانوا كيتعاملوا واحد المعامله سيئه جدا. والبيرسوناج الرئيسيه ديال هذا الكتاب سميتها سالي، يعني من عائلة يعني كتعاني باها الأصلي مات وخلاهم وما صغار، أمها كانت مريضة وتزوجت واحد سيد، المهم هي ما عرفاتوش بالله رجل أمها حتى الآخر ديال الكتاب، يعني حتى كبرات يعني في السن. وهذا مي ملي مات أمها اغتصبها ولدت منه، حملت منه الدفوة وهرك الدراري فوالا، مهم الناس تبناوهم ومشاو بعيد. هي هاد سالي النتيجه ديال هادشي اللي وقع لها في حياتها، ولات دائما كتكره نفسها، يعني كتخلي اي واحد كيهينها وما كتعاوش مع الهضره، لانها ولات بحال حيه ميته من كثره يعني احتقار النفس ومن كثره هذاك يعني مسكينه كشي داز عليها، ما بقاتش كتشوف نفسها كانسان، يعني لدرجه ان ابخي تزوج واحد راجل، تزوج بها باش تخدم عليه وعلى ولادو، ويعني كان دايره كخادمه وكيضربها ليل ونهار وما كانتش كتهز فيهم، كتقولش ليه نو. كتقول في الكتاب
هي كتاب كله عبارة عن رسائل إلى الله من سالي، تقول يا dear God كذا كذا، dear God كذا كذا، يا عزيزي يا إلهي، يعني كتعاود كتكتب هذاك suffering ديالها ولا pain ديالها. ففي يوم من الأيام يعني كانت عندها واحد صديقة ديالها اسمتها شاق وصافي، يعني قالت ليها أنا عييت والله ما كيستجبش ليا والله خايب وهذا، حاشا ولله طبعا، ولكن هي كتهضر على هذوك الصورة اللي ولا هذاك الفكرة اللي كانت هي واخدها على الله. فسولتها صديقتها قولي ليا شنو هو الله بالنسبة لك، يعني قولي ليا زعما شكلي ليا وكي داير. قالت لي الله هو داك الرجل الابيض مول اللحيه اللي كاين في الكنيسه، وكنت شيو عنده كنطلبوه وكنتين يعني بحال لو كان شخصته وهذا. فصديقتها شاق بقات كتضحك وقالت ليها، قالت ليها نقول لكم هذا الباساج بلونغلي او ميم طون كنشرح. قالت ليها or she say my first step from the old white man was trees، خطوتي الاولى من ذلك الرجل الابيض يعني اللي كتعتقدين انت انه هو الله كانت هي الاشجار، then air ثم الهواء، then birds ثم العصافير، then other people ثم بقية الناس. But one day when I was sitting quiet and feeling like a motherless child, which I was, it came to me. إلى حتى الواحد نهار في يوم من الأيام كنت جالسة بهدوء ويعني حاسب نفسي يعني وحيدة كأم بدون أطفال، اللي فعلا كانت ما كان يعني ما عنديش أطفال ووحيدة، كان حاسب راسي دايما بوحدي في هذا العالم. جاني واحد الإحساس that feeling of being part of everything، جاني الإحساس أنني بحالة سنيرة ماشي أنتي ماشي وحيدة، أنتي باختي من هذا العالم من هذا الكون، not separate at all، لا ماشي مفروقة من هذا العالم، يعني أنتي جزء من هذا الكون. I knew that if I cut a tree, my arm would bleed. عرفت أنني إذا قطعت شجرة يعني إيدي يخرج منها الدم، يعني كتعني أن العالم كله كالجسم وأنا بغتي ولا جزء من هذا الجسم. And I laughed فضحكت. And I cried وبكيت. And I ran all around the house. وبقيت كنجري في الدار كنجري واحد الإحساس يعني كالهستيريا. I knew just what it was. عرفت شنو الإحساس. In fact when it happened you can't miss it. عندما يخالجك ذلك الإحساس يعني غتعرفه. فهاد البقطة مؤثر جدا، يعني مسكينة كتحس براسها يعني وحيدة وما عندها حتى حد، يعني كما كنقول احنا هي مقطوعة من شجرة، ولكن وحتى يعني كان الإيمان ديالها بالله أنه هو واحد الشخص كيتشخص في واحد هذا وهو لا، يعني الله سبحانه وتعالى، يعني ربما هي كتهضر على الله سبحانه وتعالى بمفهومها، يعني بالمفهوم ديالها هي، يعني طبعا ما نقدرش نحكم على حد، كل واحد بربي في different environment يعني ثقافة مختلفة، ولكن حنايا إلا جينا نشوفوها كمسلمين فالله سبحانه وتعالى كاين في قلوب المسلمين والمؤمنين، الله سبحانه وتعالى كاين في الريح كاين في الهواء. فيعني اللي عجبني في هذا الباساج أنك أي حاجة كتجرحها راه بحال كتجرح نفسك، كما كنقولوا يعني اي حاجه كترجع لك، ويعني العالم كله واحد، يعني ماشي الانسان يحس براسو انه سيباغي وبوحدو، راه حنايا كلنا واحد، يعني حنايا خلق الله سبحانه وتعالى، كما كنقولوا يعني الله خلقني ففي جزء منه، يعني في اللي هو روح ديال الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المعنى، وصراحة عجبتني بزاف، عجبني بزاف هذا الباساج وجاني مؤثر جدا، شفتوا أنها مسكينة كانت تحس بالحزن وهذا، فملي جاتك الإحساس ديال أنني ويت راني ماشي بوحدي، راني جزء من هذا العالم الكبير والعظيم اللي خلقه الله سبحانه وتعالى. المهم لقد شرفنا على نهاية الفيديو، شكرا بزاف، كنتمنى ما نكونش ثقيله عليكم بزاف، وكنتمنى تعجبكم لا فيديو ديالي. بسلام عليكم وتهلاو فراسكم.